للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والحمد لله الذي جعل بينكم وشائج ووصائل ووصاكم بها فقال جل من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، الموصوف بأجل الأوصاف، وإنك لعلى خلق عظيم. أحباب الرحمن، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أحباب الرحمن، يا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والإعلان، فاتقوا الله. أحباب الرحمن، تعالوا بنا لنؤدي الحقوق لأربابها ونوصلها لأصحابها، ليكتب الله لنا ولكم الثواب العظيم ويجيرنا وإياكم من العذاب الأليم. واعلموا أحبتي في الله أن ربكم بمنه وكرمه فصل في كتابه كل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء، وأرشدكم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام إلى ما يقربكم من جنته ويباعدكم من ناره ويسعدكم في الدارين في الدنيا والآخرة. فبين الحقوق التي لرب العالمين على عباده، لأن حق الله علينا أعظم مما افترضه علينا وأكبر مما أوجبه، ولكن الله برحمته فرض علينا بعض الحقوق، بعض ما في وسعنا، وإلا فحق الله أن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. وبين الله لكم يا عباد الله حقوق بعضكم على بعض، لتكون الحياة آمنة مطمئنة رخاء. تضلها الرحمة وتندفع عنها النقمة، ويتم فيها التعاون، ويتحقق فيها التناصر والتآزر والمودة والمحبة. بين الله لكم حقوق الوالدين على الولد، وحقوق الولد على الوالدين، وحقوق ذوي القربى والأرحام، بعضهم على بعض، وكل يسأل عن نفسه في الدنيا والآخرة، يسأل عن هذه الحقوق والواجبات، فإن أداها وقام بها على أحسن وجه كان بأعلى المنازل والمراتب عند ربه جل وعلا، وقام بأداء هذه الأمانة
التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال، ومن ضيع هذه الحقوق كان بأخبث المنازل والمراتب عند ربه الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أخي الحبيب، أخي الشاب النجيب، يا من تحبون الله وتحبون الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أنكم تتساءلون في أنفسكم عن موضوع خطبتنا لهذه الجمعة المباركة. إنه موضوع خطير يمس كل صغير وكبير، رجل وامرأة، إنه يهدد البيوت والقرى والمدن بالفناء والزوال والهم والغم والنكد والعداوة والبغضاء والحروب والدمار. إنها القطيعة بين الأرحام، فكلنا في هذا الزمان قد اكتوينا بهذا الداء الذي خدرنا، فخدرت به قلوبنا وتبعته أعضاؤنا. ما من بيت إلا وفيه ما فيه من القطيعة والتدابر. نسأل الله العفو والعافية فيما بيننا. استحكمت القطيعة ونفخ الشيطان في نارها، فتوارتها الأولاد عن الآباء، وتقع الهلكة، وتتسع دائرة الشر، ويكون البغي والعدوان، وتدوم القطيعة بين ذوي الأرحام حتى يفرق بينهم الموت. وعند ذلك يحضر الندم، وتتور الأحزان، وتتواصل الحسرات، وتتصاعد الزفرات. حينها لا ينفع الندم عباد الله، أحباب الرحمن، لا بد لنا من الرجوع إلى الله، لا بد لنا من العمل بكتاب الله، لا بد لنا من العمل بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا أن نؤمن بالله ونعمل بكتابه، ونتيقن بأن صلة الأرحام حق طوق الله به الأعناق، وواجب أثقل الله به الكواهل وأشغل به الهمم. وإن سألتم أحبتي عن الأرحام فهم القرابات من النسب والقرابات من المصاهرة، كلكم لآدم وآدم من تراب. وقد أكد الله على صلة الأرحام وأمر بها في مواضع كثيرة من كتاب الله العزيز، فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وجعل الرحم بعد التقوى من الله تعالى، فقال عز من قائل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولعظم صلة الرحم ولكونها من أسس الأخلاق وركائز الفضائل وأبواب الخيرات، فرضها الله في كل دين أنزلها، فقال تعالى في محكم آياته: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي حديث عن عبد الله بن سلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والحديث رواه البخاري. اعلم أخي الحبيب أن ثواب من يصل رحمه معجل له في دنياه مع ما ادخره الله في الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. والحديث رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم. والحديث رواه الحاكم والطبراني. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. عباد الرحمن، التائب حبيب ومن الرحمن قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله، الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد يدخر ثوابها ليوم البعث والحساب، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. أحباب الرحمن، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وعن أبي بكرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم. والحديث رواه الطبراني وابن حبان. وصلة الرحم لها خاصية في انشراح الصدر وتيسير الأمر وسعادة في الخلق وبينهم والمحبة في قلوب الخلق والمودة في القربى وطيب الحياة وبركتها وسعادتها. واعلموا أحبتي في الله أن صلة الأرحام فرضت علينا وإن أدبرت، ووجب علينا القيام بحقها وإن قطعت، ليعظم الله لنا الأجر والثواب. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال:
أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني ألا أنظر إلى من هو دوني، أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم. والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. والحديث رواه مسلم. قطيعة الرحم شؤم في الدنيا ونكد وشر وحرج وضيق في الصدر وبغض في قلوب الخلق وكراهية في القرباء وتعاسة في أمور الحياء وتعرض لغضب الله. واعلموا عباد الله أن الرحم والأمانة على جانبي الصراط يوم القيامة، تتخطف من ضيعها فترديه في جهنم. إن صلة الأرحام هي بذل الخير لهم وكف الشر عنهم، هي عيادة مريضهم ومواساة فقيرهم وإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم وإتحاف غنيهم والهدية له ودوام زيارتهم والفرح بنعمتهم والتهليل والسرور بسرورهم والحزن لمصيبتهم ومواساتهم في السراء والضراء وتعهد أحوالهم وحفظهم في غيبتهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم والصبر على أداهم وحسن صحبتهم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا برحمتك يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا تحفه الملائكة بأجنحتها. اللهم اجعلنا ممن غشيتهم الرحمة. اللهم اجعلنا ممن ذكرتهم عندك في الملأ الأعلى في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويتدبرونه يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك وعاملنا بلطفك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا برحمتك الجنة. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، وولِ أمور بلادنا الصالحين من عبادك يا رب العالمين. اللهم ولِ أمور بلاد المسلمين أجمعين الصالحين من عبادك يا رب العالمين، وارفع عنا ما نحن فيه يا رب من بلاء ومحن وفتن. اللهم يا مسعر الأسعار، رخص الأسعار برحمتك يا كبير يا متعال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أطيب صلاة وأزكى التسليم. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.